رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. واستضافت مدينة خرفكان هذا الأسبوع منافسات النسخة الأولى لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي ينظمها نادي خرفكان المعاقين بإشراف الاتحاد للمنطقة غرب آسيا. خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع نحاور مع ضيوفنا. انطلقت منافسات النسخة الأولى لدور ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي ينظمها نادي خرفكان للمعاقين بإشراف الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. شهدت البطولة مشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة، في مقدمتها الإمارات البلد المضيف، وبمشاركة السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن. يتنافسون في 5 ألعاب رئيسية هي كرة الهدف للمكفوفين وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال. أكد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإقامة البطولة في مدينة خرفكان هي سر نجاح الحدث منذ لحظة البداية، وتعكس توجيهات سموه واهتمام القيادة الرشيدة بهذه الرياضة المهمة، وهو ما أثمر عن هذا التنظيم المتميز من قبل نادي خرفكان للمعاقين. شاهدنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام، والآن نتعرف على تفاصيل مشاركة الوفد الفلسطيني. من خلال حديثنا مع الأستاذ بيان عثمان رئيس الوفد الفلسطيني. صبحك الله بالخير أستاذ بيان. صباح الخير لكم ولكل المشاهدين الكرام. صبحك الله بالنور، طبعا نورتونا في المنطقة الشرقية، أول زيارة لكم في المنطقة الشرقية أستاذ بيان؟ لي شخصيا أول زيارة. كيف شفت المنطقة الشرقية؟ والله يعني أنا ذهلت وبهرت من العمران والترتيب والنظام. نعم. تطور يعني نتمنى لكم أكيد إقامة سعيدة إن شاء الله في المنطقة الشرقية. خلينا نتكلم عن هذه البطولة البارالمبية اللي أكيد تضم مجموعة من الألعاب. نتكلم عن الألعاب الموجودة في هذه البطولة أستاذ بيان. طبعا هاي البطولة فيها مجموعة ألعاب بارالمبية اللي هي من جماعية. في الألعاب الجماعية بطولة كرة الهدف للمكفوفين. نعم. وكرة السلة للمعاقين حركيا، وبطولات فردية اللي هي ألعاب القوى وتنس الطاولة. نعم. هذه الأربع ألعاب الرئيسية الموجودة في هذه الدورة. نعم. جميل. وكيف كانت مشاركتهم؟ هاي المشاركة الأولى لكم في هذه البطولة؟ هاي البطولة لأول مرة تنظم بطولة غرب آسيا. نعم. اللي استضافها نادي خرفكان لرياضة ذوي الإعاقة، ونظمها الاتحاد غرب آسيا البارالمبي. طبعا أول مشاركة في هذه البطولة لفلسطين ولكل الدول التي شاركت. في أول نسخة من البطولة. نعم. المشاركة في عدة بطولات أخرى. نعم. طيب أستاذ بيان، هذه البطولة إلى أي مدى تساهم في تجيع الأشخاص من ذوي الإعاقة في إبراز حتى المواهب الموجودة لهؤلاء الأشخاص؟ كلنا بنعرف أن الرياضة تسكل شخصية الإنسان. نعم. وبتهذبه باتجاه الإيجابي، وبالتالي الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من العزل والتهميش في مجتمعاتنا العربية. عندما ينخرط الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة، وبالتالي هذا يساعد في دمجهم في المجتمع أولا، وثانيا يساعد في إبراز مواهبهم وقدراتهم سواء الفنية أو الرياضية أو القدرات الأخرى لديهم. وبالتالي نحن دائما نشجع كل ذوي الإعاقة للانخراط في الأنشطة الرياضية والترفيهية مهما كانت، لأنها تساهم في دمجه في المجتمع وتساهم في التعرف على قضايا الإعاقة من قبل جميع أبناء وشرائح المجتمعات العربية. جميل. يعني بما أنك رئيس الوفد الفلسطيني، كيف تشوف اللاعبين المنتخب الفلسطيني؟ كيف تشوف مثلا هذه النسخة الأولى من البطولة؟ كيف تشوف مثلا ردة فعلهم في البطولة؟ كيف أدائهم في هذه البطولة؟
اولا هذه البطوله، ان نتحدث عن البطوله بشكل عام والتنظيم، انا اود ان اشكر كل المنظمين والقائمين على هذه البطوله، لانه فعلا هي النسخه الاولى وكانت نسخه ناجحه جدا، وعلى قدره عاليه من التنظيم والترتيب والاداره وتوفير الامكانات الفنيه واللوجستيه للفرق. اما فيما يتعلق بمشاركه دوله فلسطين، طبعا أنتم تعلمون أن دولة فلسطين تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال الذي يتدخل في النفس الذي يتنفسه الفلسطينيين، ها ممكن تكون يعني في صعوبات يعني ممكن أنها تواجه، خلنا نقول وفد الفلسطين، لكن البطولة ككل مثلا شو كانت يعني، كيف كان أدائكم في البطولة، كيف كانت ردة فعل اللاعبين في البطولة، كيف لمست بما أنك أنت كرئيس وفد المنتخب الفلسطيني؟ كل ما أتحدث عنه مترابط في الأداء. عندما نقول إنه الاحتلال الإسرائيلي منع 20 لاعب من الوصول إلى دولة الإمارات، عبر منع 17 لاعب من قطاع غزة وإعادة لاعبين من الضفة الغربية، يعني 20 لاعب مشارك فقط في البطولة. نعم، هذا بسبب الاحتلال. وإعادة 2 من الضفة الغربية وهو ولاعب رئيسي من فريق كرة الهدف، الذي طبعا غيابه عن الفريق أدى إلى تراجع أداء الفريق في هذه البطولة. لكن بشكل عام الأداء نحن راضين عن أداء المنتخب الفلسطيني، وراضين عن النتائج التي حققها، نطمح إلى أفضل من ذلك. حققنا 6 ميداليات، 2 فضية و4 ميداليات برونزية، ومتوقع اليوم أن نحصل أيضا على ميداليتين أو 3 ميداليات في اليوم الختامي للبطولات التي لم تنتهي بعد. الجميل أيضا أمس أن كانت هناك لاعبة اسمها فداء أخذت أمس الميدالية البرونزية. يا ريت تكلمنا، اكيد هنالك هدف ايضا من هذا التجمع الرياضي، من هذه الحصول على مثل هذه الميداليات استاذ بيان. المراه نصف المجتمع في مجتمعاتنا الفلسطينيه والعربيه والدوليه، اكيد وبالتالي يجب ان تمارس حقها الطبيعي ودورها الطبيعي اسوه بالاخرين. وبالتالي نحن في فلسطين هناك نشاط مميز لذوات الإعاقة في المجال الرياضي، ومشاركة هذه الفتيات تدل على التطور في أداء ذوي الإعاقة. مشاركة المرأة يجب أن تكون متواصلة ومتفاعلة من أجل أيضا الوصول إلى أكبر دمج لذوات الإعاقة تحديدا في المجتمع، هذا أولا. ثانيا طبعا التميز دائما يعطي الدفعة الإيجابية لأي شخص، سواء ذكر أو أنثى، ويجعله يعني يتجه بالاتجاه الإيجابي بعيدا عن السلبية. ذكرت قبل شوي أن لكم مباراة اليوم، إن شاء الله راح تكون مباراة، فلو تحدثنا كيف استعداداتكم لهذه المباراة اليوم؟ اليوم استكمال للمباريات الفردية في ألعاب القوى، لدينا 3 مشاركات لمن ذكرتم، للأخت فداء مشاركة في دفع الكورس، وأيضا مباراة في التنس الجماعي، وأيضا مشاركة في ألعاب القوى للذكور. نتأمل من هذا 3 ألعاب أن يتم الحصول على ميداليتين على الأقل إن شاء الله. كل التوفيق لكم. طيب أستاذ بيان، إلى أي مدى يلقى لاعبو ذوي الإعاقة الدعم اللي يحتاجونه؟ إذا تحدثنا عن فلسطين، يعني الواقع الذي نعيشه في فلسطين واقع صعب، الظروف المالية صعبة للغاية، ولكن هناك رعاية كريمة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهناك نقلة نوعية نستطيع أن نتحدث عنها في دعم وتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين. لسنا راضين عنها حتى الآن، ولكن إذا ما نظرنا إلى الأعوام السابقة هناك في تطور في حركة الرياضة الفلسطينية، ونحن معنيين أن 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 نتواصل مع محيطنا العربي والإقليمي والدولي أيضا لإبراز ورفع علم فلسطين عاليا. والرياضة هي أحد المجالات التي بالإمكان أن يتم رفع علم فلسطين وإبراز دور دولة فلسطين في هذه المنطقة. الله يعطيكم العافية. يعني يمكن قبل
قبل لا تون لهذه البطولة الأستاذ بيان، لكم هدف معين، لكم تارجت معين بأن مثلا احنا نحصل على مثلا 5 ميداليات مثلا، فأنت شو هدفكم من هذه البطولة؟ شو تطمحون في هذه البطولة؟ نحن نطمح في هذه البطولة أولا لتشجيع لاعبينا على المشاركات من أجل الاحتكاك أولا. نعم. وهذا يساعد في تطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة لدينا في فلسطين. المشاركات بحد ذاتها تساهم في تطوير الأداء للاعبين هذا أولا. أيضا نطمح للتميز والإبداع والحصول على العديد من الميداليات. نعم. كما كنا نطمح للحصول، كنا نتوقع أن نحصل على الميدالية الذهبية أو الفضية لكرة الهدف للمكفوفين، ولكن الاحتلال منعنا من ذلك بمنعه أهم لاعب في الفريق من الوصول. ولكن ما زلنا نقول نحن نتحدى الصعاب من أجل أن نكون وبتوصلون إن شاء الله إلى مصاف العالم يا أستاذ بيان. طيب هذا السؤال أو جوابك يقودني إلى سؤال، إلى أين ترون أن الأشخاص ذوي الإعاقة ممكن أن يكونون في البطولات العالمية أو حتى نشوفهم في البطولات الرياضات العالمية؟ طبعا الـ 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 الأشخاص ذوي الإعاقة أسوة بغيرهم من غير ذوي الإعاقة، نحن نطمح أن نصل إلى البارالمبيك جيمز على المستوى الدولي، وشاركنا بأولمبياد سيدني بال2000 وأولمبياد البرازيل قبل عامين يمكن، لكن لم نحصل على نتائج. نعم. نحن نتوقع ما بعد هذه المشاركات العربية والآسيوية في المستقبل أن نحصل على نتائج فيها تميز وإبداع للشي فلسطين إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا في الأخير الأستاذ بيان عثمان رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في البطولة، شكرا على تواجدك اليوم معنا، وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق وتحرزون إن شاء الله الميدالية الذهبية إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا. شكرا كل شكرا لك الأستاذ بيان، نتمنى لكم أكيد إقامة سعيدة إن شاء الله في المنطقة الشرقية، والله يعطيكم العافية. شكرا لكم وجزاكم الله كل خير. الله يسلمك. طبعا مشاهدينا الكرام، من غرب آسيا إلى رعاية المرضى في هذا التقرير، فلنتابع. نظمت مدرسة وادي الحلو النموذجية للبنين جماعة الهلال الأحمر الطلابي مبادرة بعنوان مشروع رعاية المرضى بمشاركة الهيئة الإدارية وبلدية وادي الحلو وقسم شرطة وادي الحلو. تأتي الفعالية تزامناً مع عام الخير ليعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها للعطاء الإنساني. تضمنت الفعالية العديد من النشاطات كتوزيع الوجبات الغذائية الصحية للعمال والمحتاجين وإعطائهم الإرشادات من خلال توزيع المنشورات التوعوية، وشارك الطلاب بقياس ضغط الدم ومعدل السكر لهم. بمناسبة عام الخير الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قامت مدرسة وادي الحلو بعدة فعاليات وأنشطة تطوعية في مجال الخدمات الإنسانية. طبعا قمنا بعمل هذه المبادرة وهي تقديم وجبات غذاء للعمال البلدية في وادي الحلو، وقمنا أيضا مبادرات أخرى كثيرة في تقديم أيضا معونات لبعض العمال، وقمنا بزيارات أيضا لبعض الأهالي في المنطقة. شاركنا بجائزة عون لمساعدة الناس المحتاجين وكل الفئات المجتمعية، واليوم معنا حملة نوزع الأطعمة الصحية على عمال البلدية وفرحهم، وهذه المبادرة كل سنة نكررها. تسعى المبادرات الخيرية إلى إرساء مفهوم العطاء كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه كافة فئات المجتمع، وتساعد على تماسكه وازدياد الشعور بالتراحم والتعاطف بين المسلمين. طبعا
طبعا شاهدنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي هو عن جائزة عون، يعني جميلة هذه المبادرة عائشة. نعم. ان مثلا توزيع الأطعمة على العاملين في البلدية، يمكن العاملين لهم دور كبير في المجتمع الإماراتي. أكيد. وما ننقص ابدا من دورهم. نعم. طبعا بما أننا نحن في عام الخير، المبادرات الخيرية التطوعية ولله الحمد كثرت في هذا العام وفي الآونة الأخيرة. ممكن مثل ما قال يعقوب أن لهم دور كبير هؤلاء العمال، حتى اللي لفتني في الموضوع من غير تقديم الأطعمة على العمال كانت هنالك استشارات طبية مجانية. يعني تعرف أن ممكن تكلفة المستشفيات أو العيادات العامل أحيانا ما يقدر مثلا. نعم. تكون صعوبة علينا، فهنالك في استشارات طبية مجانية يعطيهم العافية على هذه الجهود. والجميل أيضا يغرسون حب التطوع في الأطفال، يعني طلاب وطالبات المدارس نشوفهم الله يعطيهم العافية ونتمنى لهم كل التوفيق، متواجدين ويقدمون دائما أو يمدون يد العون في الخدمة الوطنية والخدمة المجتمعية. وحتى هؤلاء الطلاب يعني نشوفه حتى في تقارير برنامج صباح الشرقية. من عام الخير واللي هو عام التطوع إلى فاصل قصير وبنرجع، خلكم ويانا يعني.